كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. شدار الظلم، أنا أخويا راه الكريساج بالليل وبالنهار، فهمتي خويا؟ والله العظيم إلا الكريساج بالليل وبالنهار. هاد الناس هادو راه تعداو على السيد بزاف، فهمتي؟ تعداو عليه بزاف، ماشي زعما. وبراني السيد يلاه مجوج ما عرف 3 شهور ولا 2 يوم، ماشي ولد هنا، راه ماشي ولد هنا داك الدري، راه كوك أخويا. الظلم ظلموا عليه زعما، ما شاء الله وصافي. والله ديك النار السيدة في كرسي رابطينة حشومة، ودابا كنشوفو في السيد مسكين غادي يترزق الله على وليداتو، خسروا في وجهو ما حشوماش. وهذا الشيء كله مناش من الفانيد اللي كيطلقوا لبنادم شي يبيعوا ليه. والله يدير لنا شي تاويل في هاد البلاد اخويا. نقول لك هذا لا ما نكذبش عليك، هذا لا تعلمنا، وهاد الفيديو هذا تعلمت بزاف والله. ولكن واحد النهار انا تلقاو ليه، انا راه قليل الصحة، راه انا راه سبابي كورة، ولكن انا لي راه والو، راه ما خدام ما ردام، انا دارنا ما عليهم. الجريمة باسليم اخويا، هذا انا مو خدي راس وكل شيء، ولكن ما كاينش السلطات. كاش عيط لهم ونص ساعة وما عادي تمو جايين، ولا لا كاين لا لابيلانس لا والو، ما كاين لا حتى حاجة. ولكن هذا انا من الناس ديال الجالية ديال الناس من الجالية ديال اوروبا. تقريبا انا اخوان كاع الاصدقاء ديالي كيتشكاو هنا بالضبط في كازا بلانكا، ما بقاوش كيقدروا يمشيو في امان، هما وليداتهم هما والعائلات ديالهم. هذا الشيء خطير بزاف، هذا الشيء راه كيخلع. وحنا كنقولوا المغرب بلاد ديال الامن والامان، لا علاقه، لاننا دابا ولينا كنخرجوا واش كتوقف في السطوب كتسد القفوله، واش حنا في افغانستان؟ الناس كتجي هنايا ومخلوعه، جايه باش تشوف العائلات ديالها، باش تشوفوا الوالدين ديالهم، وحليوا صله الرحيم، ولاو غادين ومخلوعين. هذا الشيء راه لا يعقل، وانتم شتوا الحاله قدامكم اش وقع. والسيد راه من الوجه ديالو كيبان انه دري زوين، ماشي شي واحد اللي خارج الطريق، لانه خاصو يدار شي حل، خاصو كان شي حل صارم. اي واحد دار شي حاجه ماشي هي هذيك تقطع عليه يدو. رجعوا هنا لجكشي ديال بكري، ديال عمر بن الخطاب، لان ديال الدين ديال الشرع، لان هذا الشيء ماشي معقول. هادو اللي كيتضرب، هذاك اللي تضرب غنعتبره خويا، غنعتبره ولدي، غنعتبره العم ديالي. هذا الشيء ماشي معقول، وكنطلب واحد التدخل يكون صارم، لان هذا الشيء ماشي معقول، وخاصه تضافر الجهود. الحكومه كامله خاصه تضافر، لانه سينو هذا الشيء راه غادي يتضاعف، لان راه ولينا خايفين على وليداتنا يخرجوا. واش انا ما قادرش نسخر ولدي نسخروا الحانوت؟ واش ما قادرش نتقدى في السوبر مارشي؟ لان الشيء ماشي معقول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.